إن شاء الله هنحتفل بعيد حلول الروح القدس، ولذلك من اللائق إن احنا نتكلم شوية النهاردة عن الروح القدس. من هو الروح القدس؟ الروح القدس هو روح الله القدوس، وهو روح المسيح، وهو روح الحق، وهو الروح المعزي أو الباراكليت، وهو الأقنوم الثالث في الثالوث القدوس، أقنوم الحياة. نقول الله حي بروحه. وليه صفات كثيرة في أشعياء 11 وفي صلاة الساعة الثالثة نقول روح القوة، روح القداسة، روح النبوة، روح العفة إلى آخره. الروح القدس ليس من أمور العهد الجديد فقط، فهو موجود في العهد القديم ومذكور في العهد القديم من أول الكتاب المقدس. في أول إصحاح في الكتاب المقدس تلاقوا في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يلف على وجه المياه. فروح الله هو الذي أعطى الحياة للكون كله. والكتاب بيقول ترسل روحك فتخلق، وأيوب بيقول روح الرب صنعني. الروح القدس موجود في العهد القديم وكان بيعمل باستمرار. جميع الأنبياء حل عليهم الروح فتنبهوا، عشان كده قيل في الكتاب المقدس عن الروح القدس انه في قانون الإيمان بنقول الناطق في الأنبياء، وفي الكتاب المقدس بيقول لم تأتي نبوءة قط من مشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن الروح القدس كان بيعمل في القديم في الأنبياء، ولما حل روح الرب على شاول الملك تنبأ، حتى قيل أشاول أيضا بين الأنبياء. فلا يمكن أن توجد نبوة بدون الروح القدس. أنا عايز أكلمكم شوية عن الروح القدس، لأن ناس كتير يصلوا لله الآب، وناس كتير يصلوا للإب، ويندر أن توجد صلة بين الناس وبين الروح القدس. فلازم تعرفوا أهمية الروح القدس عشان تكون ليكوا علاقة بيه. الروح القدس حل على شاول الملك، حل على داود، حل عليه روح الرب. قيل عن شمشون ان روح الرب كان يحركه في سفر القضاء. ازاي الروح القدس كان بيعمل في الناس زمان؟ الروح القدس في العهد القديم كان يحل على الناس بالمسحة المقدسة، في مسحة مقدسة، زيت مقدس للمسحة مكتوبة أوصافه، كان يمسح به الأنبياء، ويمسح به الملوك، ويمسح به الكهنة. يمسح به الكهنة، تلاقوا في خروج 29 إن موسى النبي مسح هارون ومسح بنيه للكهنوت، صب عليهم الدهن المقدس ومسحهم. كان يصب الدهن من فوق راسه كده، الزيت المقدس. عشان كده بنقول في المزمور كالطيب الكائن على اللحية النازل على الرأس، رأس هارون النازل على
إلى جيب قميصه، فكان بيصب الدهن على رأسه لغاية لما يملأ لحيته ويوصل إلى جيب قميصه. فكانوا بيأخذوا الروح القدس عن طريق المسحة المقدسة. لاحظوا هنا ان روح الرب بيجي عن طريق الخدام، يعني خادم زي موسى النبي يدي الروح القدس لهارون ولبنيه، يصب عليهم الدهن فيمسحهم كهنة. ولذلك الكهنة في العهد القديم كان ربنا يسميهم مسحاؤه، يقول مسحائي يعني الممسوحين لي. وبرضو بنفس المسحة المقدسة كان يمسح الملوك زي مسح شاول الملك ومسح داود، وأيضا الأنبياء كانوا يمسحون بالزيت المقدس. ولذلك ربنا قال إيليا النبي في ملوك الأول 19، قال له اذهب وامسح ياهو ملكا على يهوذا، وامسح حزائيل ملكا على إسرائيل، وامسح أليشع نبيا عوضا عنك. إذا كان بيمسحوا الأنبياء بيتمسحوا بالمسحة المقدسة، يعني المسحة المقدسة اللي انتم بتاخدوها دلوقتي في سر الميرون مش حاجة جديدة من العهد الجديد، هو المفعول يعني جديد، لكن حلول الروح بالمسحة شيء موجود من العهد القديم. حلول الروح بالمسحة شيء موجود من العهد القديم. والروح القدس أيضا نسمع إنه موجود حتى في فترة ما بين العهدين، مش بس في العهد القديم. يقول الكتاب عن سمعان الشيخ إنه جاء بالروح إلى الهيكل وقال إن كان روح الرب عليه. وقيل أيضا إن أليصابات امتلأت من الروح القدس لما سمعت صوت مريم، ده شيء عجيب. يعني هنا لا كاهن مسحها ولا صب عليها زيت ولا حاجة، مجرد إنها سمعت صوت مريم امتلأت أليصابات من الروح القدس وتكلمت كلام نبوءة وقالت من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ منين عرفت إن دي أم الرب؟ وقال طوبى للتي آمنت بما قيل لها من رب، منين عرفت إن دي آمنت؟ الروح إدها نوع من الكشف وكشف ليها أشياء. بل نسمع أكتر من كده في علاقة الروح القدس، إن يوحنا المعمدان يكون من بطن أمه ممتلئا من الروح القدس. يوحنا المعمدان امتلأ من بطن أمه من الروح القدس، ودي لا مسحة ولا حاجة، لكن موهبة من الله أن يعطيه الامتلاء من الروح القدس. الروح القدس كان يؤمن به الكل، ولذلك تجد داود يقول له أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أختفي، لأنه يؤمن أن روح الله موجود في كل مكان. وكان الروح القدس أيضا يرشد غير المؤمنين من أجل خدمة أولاده. تجد إن أرتحشست الملك اللي كان في عهده نحامية وكورش الملك، روح الله حركهم لإعادة بناء أسوار أورشليم. وداريوس الملك أيضا اللي عاصر دانيال النبي. فروح الله ممكن أن يرشد غير المؤمنين لكي يؤمنوا، ولذلك أرشد كورنيليوس وتكلم فيه روح الرب، بل حل عليهم روح الرب هو واللي معاه وتكلموا بألسنة لكي يؤمنوا.
وأيضا لكي يتشجع بطرس الرسول ويقبل الأمم، لأن الكتاب بيقول لا يستطيع أحد أن يقول إن المسيح رب إلا بالروح القدس. ما تفتكروش الروح القدس بيشتغل بس في المؤمنين، يشتغل أيضا في غير المؤمنين، إما لكي يؤمنوا لإما لكي يعطيهم رأفة ورحمة على المؤمنين أو يسهلوا طريقهم، زي ما أرتحشستا الملك سهل طريق نحمية. الروح القدس في الكنيسة في العهد الجديد له أهمية كبيرة، لدرجة أن السيد المسيح لم يشأ أن الكنيسة تبدأ عملها أو خدمتها إلا بالروح القدس. قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي، دي في لوقا 24. وإيه هذه القوة؟ قال لهم في أعمال 1:8 لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا. يعني لازم ياخدوا قوة من الروح القدس لكي يخدموا. الكنيسة في عهد الرسل كانت كنيسة ناجحة لأنها كانت كنيسة الروح القدس، الروح القدس كان بيعمل فيها والروح القدس كان بيقويها، والروح القدس لم يكن حلوله شرطا للرتب الكبيرة فقط مثل رتب الرسل انهم ما يخدموش غير لما يمتلئوا من الروح القدس، ده كان شرطا حتى لرتبة الشماسية. ولذلك في اختيار الشمامسة السبعة الرسل قالوا للشعب اختاروا انتم ايها الرجال الاخوة سبعة رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحاجة. فاختاروا استفانوس رجل مملوء من الروح القدس والإيمان وباقي السبعة. هل حاليا الكنيسة لما بترسم حتى شماس لازم يكون مملوء من الروح القدس والحكمة؟ ده كلام ياريت ينفس. فكان الروح القدس شرط. تصوروا مثلا التلاميذ دخلوا فصل إعداد خدام عجيب، فصل إعداد خدام مدرسه السيد المسيح نفسه بكل ما في السيد المسيح من تأثير ومن روح ومن قوة ومن تعليم، والمدة اللي قعدوها أكتر من 3 سنين يهيئوا لهذه الخدمة، ووسائل الإيضاح اللي أمامهم كانت آيات وقوات وعجائب، ومع ذلك قال لهم برضو ما تصلحوش للخدمة دلوقتي، انتظروا لغاية لما تاخدوا الروح القدس، ولما يحل عليكم الروح القدس حينئذ تكونون لي شهودا. هذه أهمية الروح القدس. علشان كده وجدنا واحد زي بطرس الرسول يلقي عظة في يوم 50، فتكون نتيجة العظة 3,000 يدخلوا في الإيمان، مش 3,000 يتوبوا، لا ده غير مؤمنين يدخلوا في الإيمان، دي حاجة تانية كبيرة، وينخسوا في قلوبهم. ليه؟ لأنه كان بيتكلم بالروح، لأن ربنا قال لهم كده، قال لهم في متى 10 في أول إرسالية ليهم، قال لهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكم. ولذلك لما عقد أول مجمع للكنيسة
لما جم يقولوا قرارات المجمع قالوا فيه رأى الروح القدس ونحن، يعني مش المجمع هو اللي بيقرر، ده الروح القدس هو اللي بيقرر على ألسنة الرسل في المجمع. ونفس السيد المسيح قال لهم من جهة الكلام، قال لهم في يوحنا 16 قال لهم يعلمكم كل شيء، أن الروح القدس يذكركم بكل ما قلته لكم. وفي يوحنا الأولى إصحاح 2 برضو يتكلم على أن هذه المسحة تعلمكم كل شيء. ولذلك نجد أنهم كانوا يتكلمون بالروح الذي فيهم، الروح القدس اللي فيهم هو اللي بيتكلم. جميلة جدا الآية اللي موجودة في سفر الرؤيا، تلاقوها مكررة في الصحة 2 والصحة 3، يقول من له أذنان للسمع فليسمع، يسمع إيه؟ ما يقوله الروح للكنائس. الحاجة اللي الروح بيقولها للكنائس، لأن الكنائس بتسير بالروح القدس المتكلم فيها. ولهذا نجد قديس عظيم زي بولس الرسول يقول صلوا من أجلي لكي أعطى كلمة عند افتتاح فمي. تعطى كلمة إيه يا بولس؟ كل العلم اللي فيك والكتب الكثيرة والمعرفة الجبارة دي والتلمذة تحت قدمي غمالائيل، يقول لا أنا مش عايز كلام من الماضي بتاعي في القراية، ده أنا عايز كلمة جديدة تعطى لي. تعطى ليك منين؟ من الروح القدس. الروح القدس هو الذي يعطي كلمة للمبشرين بقوة، والكلمة اللي يعطيها يعطي معها قوة. عشان كده كانوا يتكلمون حسبما أعطاهم الروح أن ينطقوا زي ما قال لهم الروح. ده نحن نعجب في العهد القديم لما نجد واحد زي بلعام أحد الأنبياء، ولو أن نهايته كانت وحشة، قال أنا ما أتكلمش من عندي، اللي يحط ربنا في فمي هو اللي يقول سواء بركة أو لعنة، الكلام اللي يقوله لربنا. إذن ما هي الوسيلة الأساسية لتحضير الخادم؟ هل مجرد دروس ومعلومات ومعرفة وكلام في الدين وفي التربية؟ كل هذا لازم، لكن بدون الروح مش ممكن. تحضير الخادم هو أن يكون روح الله فيه، وتحضير العظة هي أن الواحد يطلب من روح الله أن يعطيه كلمة يتكلم بها. والروح القدس مش بس يعطي كلمة، يعطي كلمة ويعطي تأثير ويعمل في القلوب ويشتغل جوه الناس، يشتغل في المتكلم وفي السامع وفي الخادم وفي المخدومين. العجيب جدا ان السيد المسيح نفسه وهو ثابت في الروح القدس، والروح القدس ثابت فيه منذ الأزل، لم يبدأ خدمته إلا بعد أن مسح بالروح القدس أيضا. ودي تجدوها في أشعياء، يقول إيه؟ روح الرب علي، روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر. شوف بيقولوا إيه، روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلوب. يبقى روح الرب علي ومسحني وأرسلني. بعد كده بدأ المسيح خدمته.
مع انه ثابت في الروح القدس والروح القدس ثابت فيه. دي من الناحية الأقنومية، لكن من ناحية الخدمة استنى لسن الثلاثين وحل عليه الروح القدس في العماد على هيئة حمامة. يبقى المسألة الخدمة عايزة إرسال من الروح القدس، وعايزة إن روح الرب يحل على الشخص لكي يخدم. طبعا في رموز كثيرة للروح القدس كانت في العهد القديم وفي العهد الجديد أيضا. الروح القدس عن طريق الزيت، مسحة الزيت، والروح القدس عن طريق الحمامة في مسحة الرب، وعن طريق الريح العاصف والنار في يوم الخمسين، والروح القدس في الماء أيضا. ولذلك قيل في يوحنا 8:37 قال لهم المسيح بيقول من يؤمن بي تفيض من قلبه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه. يبقى الماء والزيت والريح والنار والماء، كل دي رموز. وإيه تاني؟ ووضع اليد كان يعطي الروح القدس. في الكنيسة الأولى كانوا ينالون الروح القدس بوضع أيدي الرسل عليهم، ودي تجدوها في أعمال 8 بالنسبة لأهل السامرة، وضعوا عليهم اليد فقبلوا الروح القدس. وتجدوها في أعمال 19 بالنسبة لأهل أفسس، وضعوا عليهم اليد فنالوا الروح القدس. حاليا الروح القدس يعطى بوضع اليد في سر الكهنوت، يتوضع عليه اليد فينال الروح القدس حسب النطق الذي ينطق به رئيس الكهنة. يعني يحط ايده عليه ويقول ده شماس، يبقى بقى شماس. يعني وضع اليد والنطق، يحط الايد عليه ويقول قسيس بقى قسيس، يحط الايد عليه ويقول اسقف بقى اسقف، يبقى وضع اليد. كل دي طرق كانت للروح القدس. لكن كملاحظة بسيطة في السكة، ليس كل وضع يد روح قدس. السيد المسيح كان بيضع اليد ليبارك، وكان بيضع اليد للشفاء، وممكن وضع اليد للروح، يعني لها حاجات كتير. في العهد الجديد كان يؤخذ الروح القدس بوضع اليد، ثم لما كثر عدد المؤمنين جدا عملوا مسحة الميرون المقدسة، فبقت بالمسحة. وتلاقوا الكلام عن المسحة موجود في الرسالة الأولى لمعلمنا القديس يوحنا الإصحاح الثاني آية 20 وآية 27، أما أنتم فلكم مسحة من القدوس. وقال وهذه المسحة تعلمكم كل شيء. نلاحظ دلوقتي ان احنا لما بندي سر الميرون المقدس للطفل، الكاهن بيعمل شوية حاجات كده لطيفة. بيدهنوا بالميرون في 36 موضع من جسمه، وهو يقول صلوات معينة خاصة بالروح القدس. وإيه تاني؟ ويضع إيده على رأسه وينفخ في وجهه ويقول له اقبل الروح القدس وكن إناء طاهرا للمسيح إله. بيمسح بالميرون ويوضع إيده على رأسه وينفخ في وجهه. حاجات كويسة دي موجودة الثلاثة دول. هو ممكن دهنه بالميرون كفاية، لكن يعني احنا بنثبت الوضع الآخر وبالصلاة
صلوات معينة من أجل أن روح ربنا يحل على هؤلاء الأطفال أو يحل على هؤلاء الممسوحين كبارا كانوا أو صغار. الروح القدس في الكنيسة لم يكن فقط في سر الميرون، إنما كان داخل في الخدمة أيضا. فكان الروح القدس هو الذي يعين الخدام في أعمال 13، يقول إيه؟ وفيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. يعني الروح القدس هو اللي دعاهم وطلب من التلاميذ انهم ايه يفرزوهم للخدمة وقالهم بالاسم. بيقول الكتاب فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي واطلقوهما بسلام. فهؤلاء اذ هذان اذ ارسل من الروح القدس انحدر الى سلوكية. يعني الروح القدس ارسلهم، شوفوا بيقول ايه، عمل الذي دعوتهما اليه، ففي دعوة وأرسل من الروح القدس، في دعوة وإرسال، وفيه أيضا تعيين، افرزوا لي برنابا وشاول. ومع هذا تمت عن طريق الكنيسة، لأن الروح القدس يعمل عن طريق الكنيسة. مش واحد يقول الروح القدس أرسلني ويجي يعمل أسيس، لا، ده الروح القدس قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول، فوضعوا عليهم الايادي واطلقوهم، ولما وضعوا عليهم الايادي اعتبروا انهم ارسلوا من الروح القدس. ادي الكلام، الروح القدس هو الذي يعين الخدام وهو الذي يحركهم ويرسلهم. لذلك بولس هو وزميله سيلة المرة رحين لآسيا فمنعنا الروح، رحين لبثنية فمنعنا الروح، وبعدين في حلم قال لهم يروحوا إلى مقدونيا. فكان هو اللي بيحركهم في السكة اللي يمشوا فيها. ولذلك من الأشياء الجميلة في الكتاب نلاقي في لبس وهو ماشي شاف مركبة فيها واحد خاصي حبشي، فالروح القدس قال له تقدم ورافق هذه المركبة. يعني ما راحش لوحده في لبس، الروح القدس قال له تقدم ورافق هذه المركبة. إذن الروح القدس أراد أن يكون هذا الإنسان الحبشي مؤمنا وعين له في لبس وقال له في لبس روح رافق هذه المركبة. ولما تكلم في لبس الروح القدس كان يعمل في قلب هذا الحبشي حتى آمن وعمده في لبس ومضى فرحا. يبقى الروح القدس بيشتغل في الكنيسة من كل ناحية. وأيضا في قصة كورنيليوس الروح القدس قال لبطرس الرسول، قال له امشي مع الثلاثة دول اللي جايين لك، فراح بيهم لكورنيليوس. فدخل الروح القدس وأرشد بطرس، زي ما حرك بولس وسيلة حرك بطرس، حرك فيلبس، الكل كانوا يتحركون بالروح القدس. الروح القدس دي بالنسبة للخدمة، بالنسبة للكنيسة عموما الروح القدس يعمل في جميع الأسرار الكنسية. انت مش حاسس بالروح القدس؟ كل سر من الأسرار الروح القدس هو اللي بيعمل فيه. في المعمودية الروح القدس هو الذي يلدك لكي تكون ابن لله، عشان كده بيقول المولودين من الماء والروح، مش بس من الماء. الروح القدس هو الذي يقدس المياه بتاعت المعمودية، عشان كده بنحط في المياه المعمودية بعض نقط من زيت الميرون لكي يقدس مياه المعمودية عشان الإنسان يولد منه. والروح القدس بيسكن في الإنسان في سر الميرون. سر الميرون فايدته أن الروح القدس يسكن في الإنسان،
عشان كده قال أنتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم في كورنثوس الأولى 3 وكورنثوس الأولى 6. أنتم هيكل للروح القدس، أنتم إيه؟ هيكل للروح القدس. فالروح القدس بيولدك في سر المعمودية ويجعلك هيكلا مقدسا له في سر الميرون. والروح القدس هو الذي يغفر الخطايا في سر التوبة. يجي واحد يقول من يغفر خطايا إلا الله؟ نقول له ما تزعلش أبدا، ما هو اللي بيغفرها برضه. وانت فكرك الكاهن هو اللي بيغفر الخطايا؟ الروح القدس هو الذي يغفر الخطايا من فم الكاهن. ولذلك عندنا صلاة سرية بنقولها قبل المناولة وقبل الاعتراف الأخير، بنقول يكونون محللين من فمي بروحك القدوس. الروح القدس روح الله هو اللي بيغفر للناس الخطايا من فم الكاهن. وانت لما بتعترف على الكاهن بتعترف على الله في سمع الكاهن. يبقى انت بتعترف على الله في سمع الكاهن وتاخد الحل من الله من فم الكاهن، والكاهن ده مجرد وسيلة ربنا بيعمل فيه. ادي الحكاية مش بعيدة عن ربنا ومش مجرد عمل بشري زي ما البعض بيظن. ان ظن احد انه عمل بشري يبقى عدم فهم للأسرار. الروح القدس في سر الإفخارستية بيحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه. الروح القدس في سر الكهنوت بيعطي القوة على ممارسة الأسرار المقدسة ويعطي سلطان الحل والربط. والروح القدس في الزواج بيخلي الاثنين واحد، وده الفرق بين الزواج الكنسي والزواج المدني. في الزواج الكنسي الروح القدس بيخلي الاثنين واحد، لكن ما تقدرش تطلب من مأمور الشهر العقاري ان يخلي لك الاثنين واحد. علشان كده احنا بنخلي سر الزواج في الكنيسة قصاد الهيكل، وروح الله يخلي الاتنين واحد. تقول لي طب وايه رأيك في الاتنين اللي بعد ما يبقوا واحد يرجعوا اتنين واتنين بيخبطوا في بعض؟ اقول لك حاجة من حاجتين، حاجة منهم ان الروح القدس لما يعمل لا يلغي حرية الإنسان، فهو يعطيك التجديد في المعمودية لكن لا يلغي حريتك. نعمة الروح القدس اللي بتاخدها في المعمودية لا تلغي نعمة الحرية اللي موجودة عندك، لذلك ممكن انك تخطئ بعد المعمودية. كذلك الروح القدس بيعطي الوحدة للاتنين لكن بيتركهم برضو على حريتهم يعملوا بالقوة الروحية اللي خدوها أو يهملوا الموهبة الروحية اللي خدوها. دي أول نقطة. وتاني نقطة هي إيه؟ هي إن إحنا ساعات بنجوز غلط. يعني إيه بنجوز غلط؟ يعني الزواج السليم هو إنسان روحي فيه روح الله بيتجوز إنسانة روحية فيها روح الله، فالاتنين فيهم روح الله وروح الله يربطهم. لكن يجي اتنين لا فيهم روح الله ولا حاجة ونقول له اربط نقيضين، لما هو ممكن بعد كده يلخبطوا. الزواج بحقيقته ايه؟ إنسان فيه روح الله وإنسانة فيها روح الله، هما الاتنين بيربطهم روح الله فيصيران واحدة. ولذلك لازم اللي يتجوز يضمن ان الطرف الآخر فيه روح الله، وإن ما كانش فيه روح الله
يبقى ممكن ما يحياش معاه حياة روحية أثناء الزواج، والإنسان الروحي بيحيا في الزواج بطريقة روحية. في سر مسحة المرضى روح الله بيعطي شفاء. حاجة تاني الكتاب يقولها لنا وهي مواهب الروح. الروح القدس هو صاحب المواهب كلها اللي موجودة. تقروا في كورنثوس الأولى 12 عن مواهب كثيرة من الروح القدس حسبما أراد الروح أن يعطي. فالروح يعطي لواحد حكمة، ويعطي للواحد كلام معرفة، ويعطي للواحد إيمان، ويعطي لواحد قوات، يعطي لواحد عجائب، يعطي لواحد ألسنة ترجمة. في الكنيسة الأولى كان فيه المواهب دي، لكن كله من الروح القدس، اسمها مواهب الروح. فمنين ما تشوف معجزة، ساعات انتوا تشوفوا معجزة وما تعرفوش جاية منين، وساعات تكون بشفاعة قديسين، لكن تقول الروح القدس هو الذي عمل في هذا القديس وأجرى المعجزة على يديه، لكن المعجزة أصلا من الروح القدس، وكل آيات من الروح القدس، والرؤى من الروح القدس، والاستعلانات من الروح القدس. ولذلك يوحنا في الرؤية بتاعته قال كنت في الروح في يوم الرب، الروح كشف له، فالروح هو الذي يكشف. فكل القوات والآيات والعجائب من الروح القدس. في حاجات تانية اسمها شركة الروح. شركة الروح يعني الروح القدس يشترك مع الإنسان في العمل، فلا تعمل العمل وحدك إنما يشترك معك روح الله، اسمها شركة الروح. مش بتشترك مع الروح القدس في اللاهوت ولا في الجوهر، حاشا، لأنك ما بتبقاش إله، لكن بتشترك معاه في العمل. وإحنا بنصلي في أوشية المسافرين ونقول اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، دي شركة الروح. وشركة الروح نوع من البركة اللي بيديها الكاهن للناس في آخر كل اجتماع، يقول محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. فأنت يريد تسأل نفسك، هل أنت روح الله بيشترك معاك في كل عمل ولا لا؟ بيشترك معاك في كل كلمة بتنطقها ولا لا؟ اسأل نفسك. إذا اشترك معك روح الله تصل إلى نقطة تانية اسمها ثمار الروح، تظهر فيك ثمار الروح. ثمار الروح جت في غلاطية 5:22 و23، ثمر الروح محبة وفرح وسلام ووداعة وطول أناه وإيمان وتعفف وصلاح، في حاجات كتير. فهل أنت فيك ثمار الروح ولا لا؟ كتير من الناس يطلبوا مواهب الروح، ليه؟ مناظر، عايز ياخد مجد وقوة معجزات وحاجات زي دي. انت تطلب ثمار الروح اكتر من مواهب الروح، لان في ناس جم في اليوم الاخير قالوا له، او هيجوا في اليوم الاخير يقولوا له يا رب باسمك تنبأنا وباسمك صنعنا قوات وعجائب، يقول لهم اذهبوا عني لا اعرفكم، لانهم ناس خطاه. فانت اطلب ثمار الروح تكون موجود فيك. في حاجة تانية هي تعزية الروح. منين ما يكون عندك عزاء داخل قلبك بيكون من روح القدس، عشان كده سموه الروح القدس المعزي. ولما حد بيكون له ميت وتعبان احنا ما بنعزهوش، بنقول له ربنا يعزيك، روح الله هو الذي يمنحك تعزية. الروح القدس هو الذي يعمل في الناس للتوبة.
هو الذي يبكت الإنسان على خطية، وهو الذي يحبب الإنسان في الحياة الروحية، وهو الذي يسهل له طريق التوبة. لذلك التجديف على الروح القدس هو رفض كل عمل للروح القدس في القلب. فإذا كان أنت بترفض كل عمل للروح القدس في قلبك رفضا كاملا إلى المنتهى، فمش ممكن الواحد يتوب. فإذا كان مش ممكن يتوب يبقى مش هتتغفر له خطاياه. أدي التجديف على الروح القدس. الروح القدس يعمل، ولكن علينا في الشركة مع الروح أن نعمل معه. والعمل مع الروح فيه نواحي سلبية وفيه نواحي إيجابية. الناحية الإيجابية إنك تقبل الروح وتستسلم لعمله فيك وتشترك معاه في العمل ولا تقاوم الروح. لأن القديس استفانوس أول الشمامسة لام اليهود ووبخهم وقال لهم أنتم زي آبائكم بتقاوموا الروح القدس. في واحد بيجي له الروح القدس يقبله فيه ويشترك معاه، واحد بيقاوم الروح يزرجل مع الروح ما يوافقش. وهذا يقع في الأخطاء الآتية. خطأ منهم اللي قالوا الكتاب لا تطفئ الروح، لأن الروح عبارة عن حرارة في القلب شديدة. فأنت لما تهمل أو تتهاون أو تتكاسل بتطفئ الروح، بتطفئ الحرارة اللي بيحطها الروح القدس في قلبك. وحاجة تاني بيقول لا تحزنوا الروح، لأنك لما بكامل إرادتك بتسقط في الخطية بتحزن روح الله الساكن فيك، وتحزن أرواح الملائكة اللي حولك. والحاجة الثالثة الصعبة اللي بيقول هي التجديف على الروح القدس، وهذه هي التي خاف منها داود وقال روحك القدوس لا تنزعه مني. فالروح القدس لما يفارق الإنسان صعبة المفارقة، إما مفارقة جزئية لكلية. المفارقة الكلية هي التجديف على الروح القدس، إن الإنسان خلاص ما بقتش فيه علاقة بينه وبين روح ربنا. والمفارقة الجزئية ربنا يسيبه شوية لغاية لما يطب ويتعب ويرجع تاني يقول يا ريتني مشيت صح. الروح القدس في الإنسان هو سبب حياته كلها، بيعمل فيه باستمرار لكي يسلك بالروح. أنت ليك روح، وروحك تتعامل مع روح الله، وروح الله يرشد روحك. ليك ضمير مثلا بيبكتك، لكن الضمير جايز يخطئ، فالضمير يأخذ استنارة من الروح القدس. والإنسان اللي بيعمل لوحده مش ممكن أبدا يصل لنتيجة، لابد الروح القدس يعمل فيه. ولذلك الكنيسة وضعت لنا في صلاة الساعة الثالثة كيف تكون لنا شركة مع الروح. صلاة الساعة الثالثة بنتشفع فيها بالروح القدس، وبنطلب أن الروح القدس يحل فينا، وبنطلب أن الروح القدس يطهرنا من كل دنس الجسد والروح. نكتفي بكده، تفضلت.